تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الرئيس العام يهنئ القيادة بتأهل أخضر ذوي الاحتياجات الخاصة للمونديال ويزور نادي الاتحاد. الشباب يقلب الطاولة على الغرافة في عقر داره، والجيش القطري يلحق بتعادل الأهلي. الهلال يستنفر من أجل الأخوية في الصراع الآسيوي، وزلاتكو يتوعد بالهجوم. جيريتس يعترف فضائيا ويؤكد: ندمت على مغادرة الهلال وأتمنى سامي مدربا للأزرق. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شوت. طيب شوف اخبار شوت بعد شوي يا شباب. اسمحوا لي بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستديو، كابتن محمد السوالم المحلل الفني والناقد الرياضي معروف. مساء الخير يا كابتن. امسي عليك اخوي تركي بالخير، وامسي ايضا على اخوي سامي وعلى المشاهد الكريم. كابتن سامي اليوسف المدير ورئيس تحرير صحيفة واي سبورت الإلكترونية، اهلا وسهلا سامي. اهلا وسهلا تركي، وارحب ابو عبد الرحمن صديقي العزيز والمستمعين والمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. تجي كابتن، ترى انا لعبت في النهضة على فكرة. ماشي، اي احد يتكلم في النهضة لازم يصير كابتن، يعني الطيار يصير كابتن، الصحفي الرياضي ما يصير كابتن. طيب اليوم خلينا كذا مباشرة قبل ما نستعرض اخبار شوت، اذا ان شاء الله جهزت. كيف شفت اليوم المباريات الآسيوية بشكل عام؟ في مشاركتين سعودية، غدا في مشاركة ثالثة، اليوم لعب الأهلي ولعب الشباب، النتائج مطمنة ولا لا كابتن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك نتكلم تركي من خلال الإحصائيات اللي ذكرت من خلال برنامج كورة أمس. الأندية السعودية متفوقة بشكل كبير جدا، تملك إمكانيات عناصرية تفوق أيضا الكرة القطرية. ما أكد ذلك أيضا من خلال حضور فريق الشباب وتقديمه جدا مستوى جدا جميل ومقنع، وخروجه بكسب النتيجة بهدفين أنا أعتقد تمثل فارق كبير جدا، قد تعطي حظوظ بنسبة 80% للوصول بشكل جيد إلى إن شاء الله المباراة القادمة. اليوم الأهلي كذلك، اليوم في مقياس المشاركة السعودية فوز وتعادل شيء إيجابي ولا سلبي؟ نعم إيجابي، عندما يكون عندك التعادل إيجابي، بمعنى أنه أنت الآن تلعب بفرصتين على ملعبك، فأعتقد أنه هذه جوانب إيجابية تعطي للأهلي حظوظ، قد إذا تعاملت الإدارة والجهاز الفني معها بحيث أنه ما تمثل لها ضغط في مباراة الإياب، وهذا جانب مهم جدا يعود للجهاز الإداري والفني. سامي، طبعا ما في شك العنوان العريض هي نتائج إيجابية. الشباب قطع شوط كبير، يدخل الشوط الثاني بارتياح نفسي يسهم في تجهيز المدرب للمباراة فنيا ومعنويا، كذلك الجمهور يكون في توازن أكبر. بالنسبة للأهلي أنا أعتبرها نتيجة إيجابية، تغلب حقيقة على ظروف الصعبة، غيابات إصابات خلال المباراة، تحكيم حقيقة لم يكن يتوازن مع المباراة، خشونة لاعبي الجيش، عموما يعني هي نتائج إيجابية. طيب بكلمة واحدة، خايفين على الشباب والأهلي؟ لا إطلاقا، أنا أثق فيهم كل الثقة. خايف على الشباب والأهلي؟ الشباب ما علي خوف، الأهلي هو اللي خوف، هو اللي خايف منه. نعم. ليش؟ يعني وضع الإصابات الغيابات ممكن تأثر عليه، اليوم خسر يعني حارس المهم يعني صراحة ياسم سليم، نقول الحمد لله على السلامة يعني. إيه والله جت سليمة صراحة، إن شاء الله تجي سليمة بعد، نطمن 100%. شوف أخبار شوت. رفع الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم للأولمبياد الخاص إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل
إعاقة ذهنية، ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وهي البطولة الأولى التي ينظمها الأولمبياد الخاص الدولي بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأرجع الرئيس العام لرعاية الشباب ما تحقق إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم ما يجده الشباب والرياضيين في هذا الوطن الغالي من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة. وقال الأمير نواف بن فيصل في تصريح بهذه المناسبة: ما يزيدنا فرحا بهذا الإنجاز أنه تحقق على يد أبناء الوطن، سواء أجهزة إدارية أو فنية أو طبية. وأضاف الرئيس العام: سأسعد باستقبال وتكريم أبطال المنتخب السعودي فور عودتي بمشيئة الله من اجتماعات وزراء الشباب والرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية التي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل في مملكة البحرين. أكد عبد الله الحمدان مدير عام شركة هاتريك الرياضية ووكيل أعمال قائد الاتحاد السابق ولاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الحالي محمد نور في تصريح خاص لبرنامج كرة استمرار موكله في الصفوف النصراوية، وقال أن نور لاعب متعاقد مع الفريق النصراوي لمدة عام ونصف العام، وهو لاعب كبير ومحترف، كما أن النصر فريق كبير وأي لاعب يتمنى التواجد داخل أروقته. وعن الأنباء التي بدأت تظهر على السطح حول نشاط اتصالات اتحادية بمحمد نور من أجل العودة إلى الفريق من جديد، أكد الحمدان عدم وجود أي أمر من هذا القبيل، مشددا على استمرار نور مع النصر مهما حدث، وأن محمد نور لن يذهب للاتحاد أو غيره من الأندية في الفترة الحالية. نجحت إدارة نادي التعاون في التعاقد بشكل رسمي مع المدافع ماجد هزازي الذي يلعب لنادي الرائد، وكان قد دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده منذ مدة ليست بالقصيرة. وكان هزازي الذي يجيد اللاعب في مركز الظهير الأيمن قد مثل نادي التعاون قبل موسمين قادما من نادي النصر قبل أن يرحل للرائد في تجربة امتدت لموسمين ساهم فيها بتأهل الفريق للمرة الأولى لكأس الملك. اختارت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم برئاسة عمر المهنة الحكم الدولي صالح الهذلول لقيادة مواجهة فريقي النهضة والخليج المقررة مساء الخميس على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتي تأتي ضمن مواجهات الدورة الفاصلة لتحديد الصاعد الثاني لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم، فيما يعاونه يحيى المعتق ووليد البعمي وحسين الستري رابعا والدولي السابق ناصر الحمدان مقيما. كررت إدارة نادي الفتح تجربة تحفيز جماهير ناديها لمؤازرة فريقها الأول لكرة القدم ودعمه في المنعطفات الهامة والحاسمة من خلال إطلاق حملة جماهيرية للوقوف مع الفريق في مواجهته المقبلة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع الجمعة المقبل ضمن نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال تحت الشعار نبيكم معنا. وقد شهد مقر نادي الفتح اليوم توافد أعداد من الجماهير الفتحوية الراغبة في حضور المواجهة للتسجيل في القائمة المغادرة إلى مكة المكرمة عبر الحافلات التي أعلنت إدارة نادي الفتح عن توفيرها وسط تفاعل كبير من أعضاء شرف النادي. طيب هذه أخبار شوت. الأمين نواف بن فيصل يهنئ القيادة بتأهل أخذ الاحتياجات الخاصة. لا شك هو امتدادا لحضورهم في السابق، الاحتياجات الخاصة يقدمون أنفسهم بشكل جميل جدا رغم قلة الدعم حقيقة والحضور، هذا ما شاهدنا، لكن يفترض أن توجد مثل هذا الحضور من خلال فعلا المشاركة، يعني من عناصر فعلا هي من الاحتياجات الخاصة اللي فعلا نتمنى أن تكون موجودة. شلون يعني؟ مثل ما ذكر سمو الأمير تركي بن خالد أنه من شارك في هذه البطولة اللي حصل عليها المنتخب السعودي الاحتياجات الخاصة لكأس العالم لم يكونون فعلا ذوي احتياجات خاصة وكانوا أصحاء، وشاركوا في بطولة من شارك فيها ذوي احتياجات خاصة. فنعتقد أنه دائما ليس الهدف هو كسب هذه البطولة بقدر ما هو إظهار السعادة وإدخال السرور في 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 نفوس هذه الفئة الغالية على المجتمع السعودي وعلى المجتمع الإسلامي بشكل عام. سامي، والله طبعا ما في شك مبارك للوطن والرياضة الوطن الأمير نواف بن فيصل صفة رئيس الاتحاد السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة. ما في شك دائما وأبدا عندما يعني تشهد الكرة السعودية انكسارات أو تراجع يبرز مثل هؤلاء لكي يعيدوا لنا البسمة على شفاهنا
تطلع المستقبل أفضل على الأقل في مجال كرة القدم. بالنسبة لتعليق الأمير تركي بن خالد اللي قاله الأستاذ محمد سويلم، أعتقد أنه يمكن فيه لبس عند الأمير، يمكن هو أعتقد أنه في مسألة الاحتياجات الخاصة اللي هم القدرات يمكن الأقل ذكاء أو فيه حد معين صعوبات تعلم زي كذا، في حد معين ألماني ضليع في هذا الجانب، لكن يصنفون على أنهم احتياجات خاصة، في يعني مشاركتهم تكون جائزة وقانونية. ولكن أتمنى تركي أنه يعطوهم مساحة من الاهتمام فعلا، يعني هم محتاجين مثل هذه الأمور. هذا الرجال مع الاحتياجات الخاصة وجمعية المعوقين في اهتمام ولا ما في؟ جدا في اهتمام متنامي حقيقة، دائما وأبدا يعني الجمعيات تحظى باهتمام رجال المال والأعمال، مبادرات إنسانية خيرية. صحيح. دائما في أي مناسبة لأي جهة حتى حكومية أو غير حكومية يكون في إقبال وتفاعل كبير صراحة. طيب زرت جمعية الأطفال معوقين قبل كده؟ لا. أنا أدعوك لازم تروح، لأنه إذا رحت صراحة راح تفخر، لأنها من الجمعيات يعني اللي صدق إذا الواحد دخل يكتشف أنها مؤسسة محترمة مرتبة، مبانيهم نظيفة، يعني ما تعرف هي مؤسسة تعليمية ولا طبية ولا قدم، المكان مندمج، في حميمية من الناس اللي موجودين ويشتغلون وابتسامة. زرتهم زيارة لا يمكن أنسى التجربة، ومش بس موقعهم اللي في الرياض اللي ما يقارب 30 سنة ولا لا أو 27 سنة، المبنى كان مبني أمس. صحيح. من النظافة والصيانة المحترمة اللي فيه كان أمس مبنى، مو لها 27 سنة، غير مراكزهم اللي فيه أكثر من مكان في المملكة بنفس الشكل وبنفس خلينا نقول البناء وفي نظام وفي خدمات تقدم. يعني لما تقعد وتسمع الناس يتكلمون عن خدمات، مش بس العاملين، حتى أهالي الناس المستفيدين تتكلم معهم تسألهم يقول لك فعلا هل يقولونه يوصلنا، مو بحكي لنا احنا بس كإعلاميين. فصراحة أدعو كل شخص يعني يحب يشوف جمعيات ويطمن كده يكون مرتاح يزور جمعيات الأطفال المعوقين في كل مكان. الخبر الثاني معنا كابتن الحمدان وكيل أعمال كابتن محمد نور في تصريح خاص لبرنامج كورة يؤكد بقاء نور مع النصر. رئيس النادي النصر أكد أنه مباراتين في كأس الملك، يعني في حديث خاص أنه لا يمكن تعبر عن أنه والله نستغني عن نور، لا نور باقي معنا الموسم الجاي، ومتوقعين منه أشياء كثير، ولا زال لدى نور ما يقدمه. أنت شو رأيك؟ أنا بتكلم برأيي الشخصي بأمان. أيه. من خلال اللقائين الماضيين اللي شارك فيها محمد نور فعلا أضاف للنصر نقطة مهمة جدا كان يحتاجها الفريق النصراوي كشخصية قيادية تتواجد في خط الوسط وقادرة فعلا تحدث التوازن ما بين خطوط الفريق الثلاثة. أكد هذا الحضور محمد نور من خلال اللقاء الثاني للنصر أمام الأهلي. أنا أعتقد أنه هذه الشخصية وفقت الإدارة، وأن كنت أنا أرى في السابق قبل أنه فعلا يتعاقد مع النادي أنه فعلا يظل محمد نور في قلوب الجماهير الاتحادية، حتى يظل محمد نور جمهور النمور، يعني أنا عبرت بهذا الكلام. لكن وجوده في النصر أنا من وجهة نظري الشخصية ومن خلال لقائين اللي لعبها وتحديدا اللقاء الثاني أكد محمد أنه فعلا شخصية قيادية قادرة فعلا أن تحدث أيضا التوازن للفريق النصراوي وتوجد أيضا نوع من الانضباط للاعبين، وبالتالي يكون حضور الفريق من خلال النص لقيادة حضور فني عالي المستوى أفضل مما كان عليه في السابق بقيادة هذا اللاعب تحديدا في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. سامي. طبعا أنا كنت أتمنى أن نور تريث في اتخاذ القرار ليبقى اتحاديا على الأقل ويختم مسيرته في الاتحاد. من هذا المنبر تحدثت في فترة الماضية وانت علقت يا تركي قلت لي هذا رأي ولا استفزاز بالنسبة لمحمد نور. صحيح. قلت لك نور ما راح يسوي شيء مع النصر، أختلف مع الزميل العزيز محمد سويلم، ما راح يسوي شيء مع النصر لأنه نور ما عنده يعني قدرة، ولا النصر كمجموعة ما حيساعد محمد نور. بالضبط، النصر كمجموعة ما راح يساعد محمد نور، وضح ذلك في مباراتين. أنت تقول قيادة وتقول شخصية وتقول يعني في مباراتين بنفس النتيجة محمد، وفي المباراة الثانية اللي تسمى الشوط الثاني غادر الملعب، في المباراة الأولى أضاع ركلة جزاء. أي إضافة أحدثها محمد نور؟ طيب ممكن أرد؟ أي طبعا. نعم، هي نقاط مهمة جدا. أنت تتكلم عن 11 لاعب إلى 18 إلى 30 لاعب. محمد نور من خلال لقائين، أنا طبعا كشخص عملت في الإدارة النصراوية وأيضا كشخص متابع لهذا الفريق بشكل دائم، وجدت فعلا في رابط يعني جميل جدا من خلال وجود محمد، كان يوجد هذا الحس. لكن أحيانا لما يعني تقع
مشاكل فنية وتحديدا من تدخلات المدرب الغير الإيجابية تنعكس على اللاعب. من الأشياء المهمة هي توظيف اللاعب، هذا كان موجود من خلال اللقاء اللي أخطأ فيه السيد كارينيو لما وظف محمد نور في منطقة أنا أعتقد أنه كان يطلب منه الجانب الدفاعي فيما أثرت على عطائه وحضوره. من خلال طريقة المباراة الثانية لا، محمد نور كان فعلا يؤدي دور ورابط قوي جدا، وكان فعلا يعني يقدم نفسه بشكل تدريجي، وكان تحسنه أنا كنت أعتقد أنه أفضل مما كنت أتوقع. طيب محمد عنده هذا الحس اللي خلى نور ما يعني ما يساعد النصر في انه يتجاوز الاهلي على الاقل في مباراه اداء نور، ولازم ما قال سامي المجموعه اللي محمد نور ما اعطت نور الدعم اللي يحتاجه علشان يظهر كل امكانياته بصراحه. فنيا نتكلم الامور تركي، الامور مهمه جدا هو التوظيف. لما لاحظت المدرب اهم ثلاثه عناصر في الفريق يعني كانت ممكن تحضر لك في اي لحظه من لحظات المباراه انه لما قام السيد كارينيو باخراج ثلاثه عناصر، عوض خميس محمد نور، عوض خميس كان يؤدي الدور اللي فعلا يعطي محمد الحضور من خلال قيادته لصناعه اللعب، اضافه الى عنصر مهم وهو الثالث اللي هو باستوس. فانت لما تخرج ثلاثه عناصر انا اعتقد انه هذه ممكن تخل بالفريق بشكل كبير جدا، لانه عناصر عندها القدره على الصناعه وعناصر عندها القدره على ايضا التسجيل. اذا ما وجدنا انه عوض خميس هو الوحيد اللي كان يؤدي الدور الدفاعي لامتلاكه لجانب بدني عالي وايضا لقدراته الفنيه العاليه مع الفريق، فانا اعتقد انه السيد كارينيو اذا كان هناك ضرر حصل للفريق النصراوي من خلال اللقائين الماضيين انا اعتقد انه السيد كارينيو يتحمل ما نسبته 70% من خلال هذا الخروج. طيب المواضيع الصحفيه اللي اخترتوها سامي، شو موضوع الصحفي اللي اخترته؟ انا اخترت كاريكاتير رشيد السليم في جريده الجزيره، عرضونا يا شباب، كان يتحدث عن كيف أنه بعض اللاعبين أو بعض التعاقدات الأجنبية تضر بالنادي أكثر مما تنفع. لاحظ في الكاريكاتير أنه يصور اللاعب الأجنبي حامل كيس مليء بالدولارات أو العملة الأجنبية ويعني ويخرج يعني بطريقة يعني أشبه بتصوير مثلا الحرامي اللي سارق بنك مثلا مع يعني الاعتذار أو تحفظ على هذا، لكن هو تشبيه يعني بالتصوير. إحنا دائما نقول أنه الإدارة يعني عندما يكون الاختيار إداري أكثر منه فني يخسر النادي. التوقيت مهم، عدم التسرع، ما في عوامل كثيرة يعني، ولكن في الخلفية للموضوع أنا أحب أشيد دائما أبدا بالأستاذ رشيد، دائما يعني حقيقة يختار يعني رسمات تعبر أو ممكن تغنيك عن مقالات عديدة حقيقة. كابتن الموضوع الصحفي أنا أختار طبعا في جريدة عكاظ من خلال كلام الأخوان في إدارة نادي الأخدود ممثلة في رئيس النادي الأستاذ صالح مانع كرحان، طموحنا يتجاوز الصعود والهدف ركاء. أنا أعتقد أنه هذه الإدارة تعاملت معها عن قرب وشاهدت أيضا العمل الجبار اللي جالسة تقدمه هذه الإدارة رغم حقيقة محدود الإمكانيات، إلا أنه دائما هذه العوائق يعني يقف لها حقيقة من خلال هذا المنبر صاحب سمو الملك الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز من منطقة نجران اللي فعلا دائما يذلل مثل هذه الصعاب وحتى أنه يحضرهم بشكل جيد. فأنا أعتقد أنه حضورهم في دورة الصعود في القصيم أكد هذا العمل وهذا الإخلاص وهذا التواجد وهذه أيضا الروح والطموح بتجاوزهم هذه التصفيات وتأهلوا من دور الدرجة الثانية. فكان لي حقيقة نقاش مع الأستاذ المهندس صالح فذكر أنه حنا عملنا سيستمر بإذن الله تعالى وسنضاعف هذه الجهود حتى بإذن الله تعالى يكون حضورنا في دوري ركاء إن شاء الله بإذن الله عز وجل في الموسم القادم. طيب التعاون ينجح في التعاقد مع مدافع الرائد؟ أنا أقول خيار موفق، وماجد أنا تابعته وكنت أسأل بأمانة أنه كيف فرض فيه التعاون قبل ذلك، وطلع من التعاون راح كان في النصر فانتقل للتعاون، ومن التعاون أيضا انتقل للرائد، ومن الرائد رجع أيضا للتعاون. أنا أعتقد أنه صفقة جدا مميزة، لاعب يملك إمكانيات، عنده القدرة للعب باليمين واليسار، إضافة إلى عنده قدرة أيضا للتواجد من خلال المخزون البدني العالي والفني من خلال لعبه وتواجده في النص. أول مرة تصير لاعب يطلع من نادي إلى نادي منافس بعدين نرجع للنادي المنافس، يعني فريقين بينهم مباريات ديربي وتنافس كبير يطلع تقصد أنه ممكن يلعب في ناديين يعني متنافسين؟ لا ويرجع يمكن محمد صارت لك ذي لا ما طلعت ورجعت لكن أنا ممكن أتكلم زي ديربي يعني رائد وتعاون يعني مو مثلا الفيصلي والتعاون والفيصلي لا التعاون الرائد التعاون. أنا أعتقد تركي في نقطة مهمة قد تكون هي السبب أنه إحنا عندنا قناعات موجودة في الأجهزة الإدارية قد فعلا بعض الإداريين ما يعطي اللاعب حقه من الناحية الفنية من حيث التعامل، فبالتالي يكون عنده نوع من الإفراط أو التفريط في, في, في مكتسبات النادي. عودة اللاعب أنا أقول أنه من وجهة نظر من خلال عطاءاته في الموسم خسارة على الرائد ومكسب للتعاون،
صحيح أنا نعم. أتفق كثير معه، ولكن أقول نقطة بعيدة عن هذا الموضوع الفني. أنا أخشى على الرائد أنه يكون في فراغ يعني إداري، فبالتالي اللاعبين الذين تم التعاقد معهم ويعتبرون مكسب من خارج مدينة بريدة يعني قد يفكرون بالانتقال، لأنه يمكن يرون أن المستقبل القادم للنادي غير واضح، ما أبغى أقول غامض لكن غير واضح حتى الآن، يعني من الإدارة اللي بتمسك النادي أو تشرف عليه، من الإدارة اللي بتجدد وترى التعاقدات والعقود، هذا الأمر ممكن يتوجس منه خيفة اللي هم اللاعبين اللي يعني تم التعاقد معهم من خارج مدينة البريدة، فيلجؤون إلى مثلا قبول عروض أخرى وينتقلون. ماجد يمكن أحدهم اللي يعتبر مكسب حقيقة. إيش ممكن تكون ردة الفعل الآن بين الجمهور التعاون والرائد؟ والله أنا أشوف بالنسبة يعني ردة الفعل حتى الآن يعني ما هي بتلك، يعني في الغالب أو في المجمل أنه جماهير الرائد الآن من خلال ما يصلني مثلا من رسائل أو تواصل معهم مركزين على الفترة القادمة للإدارة، من سيتولى رئاسة النادي، من سيكون منصب رئيس النائب الرئيس. يعني يمكن صفقة ماجد صحيح أنها مثلا تناقلوها، لكن ليس بذلك أو ليس يعني ذاك التأثير. أنا لي سابق تجربة تركي في انتقلت من الرائد للتعاون، الجمهور هناك طبعا جمهور رائد جمهور عظيم، وكذلك أيضا التعاون تعاملهم جدا رائع، لكن ما تقبل جمهور رائد فعلا لعبي لنادي التعاون، كانت بسبب قرار شخصي موجود من رئيس النادي في الفترة هذيك، وانتقلت للتعاون وفعلا عنده جمهور. بعض التعاونيين المعنيين لم يتقبلون محمد لأنه جاء من رائد. أنا أعتقد الفكر في المرحلة هذه من خلال هذا التعاقد، إعادة التعاقد مع ماجد، أنا أعتقد أنه فعلا إدارة موفقة وتملك فكر وقدرة وإيجاد من يخدم مصلحة النادي بصرف النظر أيا كان. بس الفكر الآن تقريبا اختلف. نعم صحيح. يعني في الوقت الراهن أنا أشوف شوي يعني يمكن التشدد هذا ما هو موجود، أو يمكن موجود ولكن بالنسبة قليلة جدا، يعني أصبح الفكر حتى الآن صحيح. في صحيح. احترافية في التعامل صحيح. مع المواقف والأمور صحيح. طيب. وأنا فعلا شفت هالأمر هذا من خلال تعامل الفترة اليومين هذه اللي رحتها بريدة، كان تعاملهم جدا رائع وجميل جدا من طيب. خلال هالمنبر أوجههم للتحية، يستاهلون التحية صحيح. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الشباب يقلب طاولة الغرافة والجيش القطري يدرك تعادل الأهلي والهلال يتوعد لخويا بالهجوم. الرئيس العام يهنئ القيادة بتأهل أخضر ذوي الاحتياجات الخاصة للمونديال ويزور نادي الاتحاد. الشباب يقلب الطاولة على الغرافة في عقر داره والجيش القطري يلحق بتعادل الأهلي. الهلال يستنفر من أجل لخويا في الصراع الآسيوي وزلاتكو يتوعد بالهجوم. جيريتس يعترف فضائيا ويؤكد ندمت على مغادرة الهلال وأتمنى سامي مدربا للأزرق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعين روتانا فم في المملكة العربية السعودية، كابتن محمد السوالم والأستاذ سامي يوسف ومضيفة حلقة الليلة. شوف تقرير عن مباراة الغراف القطري والشباب السعودي. عاد الشباب من موقعة الغرافة في قطر بانتصار ثمين بهدفين لهدف، أعطى الأفضلية لليوث في لقاء الإياب الأسبوع المقبل في الرياض. بداية اللقاء شهدت سيطرة متبادلة من الطرفين، وإن كانت الخطورة القطرية أكبر، ونجم عن ذلك هدف للغرافة قبل نهاية الشوط الأول، جاء عن طريق مارك بريشيانو الذي استغل تمريرة رأسية من سيسيه ليضعها في مرمى الشباب رغم محاولات الإنقاذ من نايف القاضي. في الشوط الثاني استطاع الشباب العودة للقاء بتسجيله هدفين، الأول جاء عن طريق سبستيان تيغالي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة 18 على يسار قاسم برهان حارس مرمى الغرافة الذي لم يستطع أن يفعل شيء حيالها.
الهدف الثاني أبدع فيه فرناندو مينغازو الذي مرر كرة ولا أروع لناصر الشمراني الذي انطلق وواجه قاسم برهان ووضعها في الجهة اليسرى، لتنتهي المباراة بفوز شبابي سيريح الفريق في لقاء الرد على أرض استاد الملك فهد الدولي بعد 7 أيام. كابتن، الغرافة والشباب. بأمان أنا حقيقة شاهدت جزء كبير جدا من مباراة الغرافة والفريق الشباب. فريق الشباب بأمانة أكثر ما شدني اليوم وحضور اللاعب فرناندو، قدم عطاء جميل جدا في مساندته من خلال رجوعه لخط الوسط، وأيضا من خلال يعني الجهد الجبار اللي جالس يقدمه من ناحية الجانب الدفاعي وحتى من ناحية الجهة الهجومية، صنعته لهدف التقالي وأيضا الناصر الشمراني. أنا أقول أنه فريق الشباب قادر أن يوصل إلى مرحلة أفضل، فريق متمكن، فريق اليوم قدم نفسه بشكل جيد مختلف تماما عن بدايات من خلال دوري زين، يقدم نفسه من خلال البطولة الآسيوية أنه الأجدر والأقدر أيضا بالإضافة لفريق الهلال والأهلي للوصول إلى مرحلة متقدمة من خلال أيضا القيمة الفنية الموجودة عند العناصر، وتحديدا العنصر الأجنبي اللي أكدوا واللي يفترض أن يتواجد في أنديتنا السعودية واللي قدموا اليوم فرناندو بشكل جدا مميز دفاعيا مع الفريق، وأيضا دوره الإيجابي مع أحمد عطيف وكماتشو، وأيضا من خلال صناعته لهدفين كانت جميلة جدا تعطي للشباب راحة واستقرار من خلال لقاء الإياب في الرياض إن شاء الله تعالى. سامي، الشباب فريق كبير ولديه مدرب صراحة أنا أعتبره الأفضل في الموسم، في الموسمين صراحة الماضي والحالي، لديه أفضل الأجانب المتواجدين في الدوري السعودي أو في الكرة السعودية حاليا مع الأندية، يعني مثل ما قلت في البداية أنه قطع مشوار كبير في مباراة الإياب. نعم سيلعب براحة أكبر ولكن يجب الحذر، سيلعب صراحة يعني وهو أقل ضغوط على ملعبه يعني وبين جماهيره. الغرافة ما كان مستواه كويس حقيقة، يعاني كثيرا وخاصة في الشوط الثاني. المباراة من البداية حتى النهاية كانت صراحة سيطرة شبابية تامة، لعب فيها الدور أو دور اللاعب الأجنبي دورا مؤثرا وفعالا، خاص بالذكر مثل ما تكلم الكابتن فرناندو، وأيضا صراحة صانع اللعب الخطير والماهر كماتشو، أيضا وجود ناصر شمراني كان حقيقة فعال أيضا. أبارك صراحة للإدارة الشبابية والجماهير الشبابية الأعزاء على قلبي، وأيضا برودوم أنا معجب فيه جدا، مدرب كبير. ألف مبروك للشبابين سبورت كلب لليث الشبابي. يحرق بناره يكوي بلعبه يحرق بناره ليلى ليلى شبابي يا محلى 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 شجعنا دينا يا بابي والليلة جينا يا بابي شجعنا دينا يا بابي ليلى ليلى شبابي يا محلى ليلى ليلى شبابي يا محلى ليلى ليلى شبابي يا محلى. المبروك للشبابيين. نشوف تقرير يتحدث عن الجيش القطري والأهلي السعودي. وسط ظروف صعبة خرج الأهلي السعودي بتعادل إيجابي من أمام مضيفه الجيش القطري ضمن دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية بعد أن سجل كل منهما هدفا في مرمى الآخر. شوط أول شهد ضغطا أهلاويا
وخروجا للعماني عماد الحوسني جراء الإصابة. واستطاع معتز الموسى أن يقتنص هدفا مع الرمق الأخير للشوط الأول من رأسية متقنة. شوط ثاني اضطر فيه المدرب أليكس للتغيير الإجباري بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي الجيش على الحارس ياسر مسيلين، والذي اكتفى معها حكم اللقاء بالكرت الأصفر، ليسجل بعدها الجيش القطري هدف التعادل عند الدقيقة 76 إثر هفوة من دفاعات الأهلي، ولينتهي لقاء الذهاب بهدف لمثله وسط ظروف الغيابات والإصابات التي أثرت على مستوى القلعة الخضراء، ليتأجل الحسم للقاء الإياب بين جماهير الراقي. كابتن، أنا ببدأ من حيث ما انتهى التقرير بأمانة، كان تقرير مختصر ومفيد. الأرض والجمهور بالنسبة للأهلي في لقاء الإياب أنا أعتقد أنه ستكون لها حضور وتأثير كبير جدا في تأهل الفريق الأهلاوي، مع احترامي لفريق الجيش اللي فعلا يملك عناصر جدا جيدة، ولكن الأهلي اليوم كان بإمكانه أن يقدم أفضل مما كان ولولا الظروف اللي حصلت. لكن مثل ما ذكرت عن فرناندو، اليوم برونو سيزار قدم حقيقة عمل جدا رائع ومميز من خلال ربطه للمساندة الهجومية أو حتى من خلال مساندته للمحاولة الارتكاز من ناحية الدفاعية، كان عنده قدرة على صناعة اللعب، وإن كان هناك غياب تام لوجود اللاعب الهداف لو تواجد اليوم للأهلي أنا أعتقد أنه كان الأهلي بيكون حضوره مختلف تماما. أنا أتمنى أن السيد أليكس ينظر لمثل هذه الأمور وأن يعمل حساباته أنه مثل هذه البطولات تحتاج دائما للبدلاء وتجهيزهم بشكل كامل حتى يعطونا حضور، لأنه عنده مشاركتين مهمة جدا، كأس الأبطال وأيضا البطولة الأقوى اللي هي كأس البطولة آسيا. أنا أعتقد أنه الأهلي يملك القدرة على التجاوز، وتحديدا بعنصرين مهمين جدا، الأرض والجمهور ستكون عامل مؤثر للأهلي لتجاوز الجيش. سلام. أنا طبعا أقول أول شيء الحمد لله على السلامة الكابتن ياسم سليم. ترى إصابة في الفك وأربع غرز. أربع غرز، أنا قلت غرزتين صاروا، يعني حين قول الحمد لله على السلامة بجد. يعني الحكم أنا مستغرب، مع أنه من أفضل الحكام وقاد، طبعا تم اختياره قيادة مباراة الأرجنتين السعودية السماهيجي، هذا من الحكام البحرينيين الجيدين، ولكن أنا أستغرب في تلك اللعبة، يعني إذا ما كان اللاعب القطري يستحق الأحمر متى يستحق؟ يعني اللي هو فاغنر، يعني كان يعني دخول عنيف بتهور، كل الصفات أو المطلوبة للطرد كانت موجودة. صحيح. أستغرب حقيقة، لكن عموما هي نتيجة إيجابية في ظل الظروف الحالية، الأهلي تغلب على نفسي صراحة، والنقص الكبير تخيل فيكتور، خروج مبكر لعماد الحوسني يلحقه، حتى البديل بدر الخميس، خشونة حقيقة من لاعب الجيش القطري، ومع ذلك كان هو الأفضل والأكثر سيطرة خصوصا في الشوط الأول. الشوط الثاني ربما يعني اختلف في رتم اللعب، يمكن عدم وجود لاعب هداف يعني بالمعنى السليم أضر الأهلي. برونو سيزار مثل ما تكلم أبو عبد الرحمن، يمكن الرتم في تصاعد، المستوى في تصاعد كبير حقيقة، يثبت مباراة بعد أخرى يوم بعد آخر أنه لاعب حقيقة مكسب، يعني يصنف من ضمن أفضل اللاعبين حقيقة في التعاقدات الأخيرة بعد في الفترة الثانية تقريبا. تظل النتيجة إيجابية ولكن يجب الحذر، يعني فريق الجيش والكورة مباراة الإياب والشوط الثاني ما لها أمان، يعني حقيقة يجب الأهلي أنه يعني يكون أكثر حذرا في المباراة الثانية. ما في خوف على الأهلي؟ أنا من وجهة نظري بأمانة من خلال العناصر الموجودة الأهلي بأمانة أنه يملك القدرة على التجاوز، ولا أيضا في بعض الأمور اللي ممكن تدعو للخوف أنا متفائل بشكل كبير جدا، وتحديدا من العامل المهم والإيجابي اللي يقدمه جمهور الأهلي من خلال أيضا صناعة روح للاعب الأهلي لتجاوز فريق الجيش القطري. طيب خلينا نشوف تقرير تحدث عن المواجهة الثالثة السعودية القطرية في البطولة الآسيوية بين الهلال السعودي والخوية القطري. ضمن لقاءات دور 16 من دوري أبطال آسيا للأندية الأبطال، يستضيف الهلال السعودي نظيره الأخوي القطري في لقاء الذهاب. المستضيف الهلالي يدخل لقاء الغد بعد أن تأهل ثانيا عن مجموعته، حيث انتصر في 4 لقاءات وخسر 2 وتحصل على 12 نقطة ليتأهل برفقة الاستقلال الإيراني. أما الضيف القطري فتأهل لهذا الدور متصدرا لمجموعته، حيث فاز في 3 لقاءات وخسر 1
وتعادل في مناسبتين. الكتيبة الزرقاء أنهت مسيرتها في الدوري المحلي في المركز الثاني، وخرجت مؤخرا من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. والجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو عاقد العزم على المضي قدما في البطولة الآسيوية، حيث تعتبر آخر البطولات المتبقية للفريق هذا الموسم. بينما سيعود البلجيكي جيريت ليواجه الفريق الذي دربه قبل موسمين، والجماهير التي رددت اسمه كثيرا والتي يعول عليها مساء الغد لملء مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد. فهل ستذيق كتيبة جيريت الفرقة الهلالية طعم الخسارة، أم أن الزعيم الهلالي سيضع قدما أولى للتأهل للدور القادم من البطولة؟ محمد، الهلال وضعه يعني شوي تحسن غريب، يعني مثلا في البطولة الآسيوية لما تضاءلت الأمال واقتربت من التلاشي أخذها من الطريق الصعب، لعب في كأس الأبطال وخرج من أمام الاتحاد وفي تجديد في الاتحاد، اليوم يلعب مع الخوية القطري، أداء من جهة مريح جدا، وفي يوم ثاني تلقى الوضع مختلف. إذا يعني فعلا أنا يعني بشخص المشكلة الموجودة في فريق الهلال هو عدم تحديد الأهداف، وتحديدا من خلال مشاركات الموسم. أنت عندك 4 بطولات، لابد يكون عندي استراتيجية ورؤية وأهداف يفترض أن يعمل عليها يعني عمل مضاعف. لكن الموجود في الهلال الآن حقق في أسوأ ظروفه كأس ولي العهد، فريق بطل يملك أيضا ثقافة الحضور في مثل هذه المشاركات، وتجاوزه لفريق العين أمر متوقع، يعني فريق يملك عناصر، تملك حلول أيضا، تملك ثقافة حضور في مثل هذه اللقاءات القوية. أيضا هذا يعني الرؤية اللي أنا أراها في لعيبة الهلال تعطيني أيضا تصور أنه الفريق الهلالي قادر فعلا أن يتواجد من خلال لقاء الغد أمام فريق الأخوية، وإن كان فريق الأخوية يتميز دائما بالمرتدة، يتواجد بعدد كبير جدا من اللاعبين. متى ما تواجد لاعب الهلال بإمكانياتهم الفنية الفردية العالية، وتحديدا في الثلث الأخير لفريق الأخوية، أنا أجزم أنه عندهم حلول وحلول كثيرة جدا للخروج كسبانين في هذا اللقاء. إلا أن المشكلة الموجودة عند الهلال، دائما ما يقول لك الجمهور أن المشكلة موجودة في قلوب الدفاع الهلالية، أنا أقول لك أن المشكلة اللي يعاني منها الهلال هي في محاول الارتكاز اللي فعلا تربط ما بين الفريق بشكل كامل وتعمل التوازن بين خطوط الثلاثة. اللاعبين هذول لا يقدمون فعلا الدور والمساندة الدفاعية اللي تعطي أيضا للرباعي للتواجد من خط الوسط حضور جيد. جيرتس مشكلة؟ أنا أعتقد أنه من خلال خلفيته وقراءته ومعرفته بمستوى اللاعبين قادر أنه يعيق نوعا ما، ولكن الهلال عنده حلول وحلول كثيرة جدا في أسوأ ظروفه. أنا عندي تصور أنه سيتجاوز فريق الأخوية. ما في خوف على الهلال؟ أبدا ما في خوف. سام، والله مباراة صعبة، مباراة صعبة جدا يعني، لكن دائما وأبدا الهلال يعني ما تخاف من الهلال إلا من الهلال نفسه. لاعبينا لما يريدون أنهم يحسمون الأمر وتتجلى روحهم القتالية وروح الهلال معروفة، كما فعلوا في مباراة الاستقلال في إيران، من أصعب المواجهات أمام حشد جماهيري غفير، يعني اقتنصوا 3 نقاط مهمة قلبت موازين المجموعة وأتاحت يعني أو فتحت أبواب الأمل بالنسبة للفريق. طبعا البطولة الآسيوية تظل هي الهدف الأكبر لإدارة الأمير عبد الرحمن سعد. الإدارة حققت بطولات وأرقام وكل شيء إلا البطولة الآسيوية، لذلك يمكن حتى الضغوط على الإدارة أكبر يمكن من اللاعبين. لكن أنا أقول إنه الكرة في مرمى اللاعبين بكرة غدا، اللاعبون هم بيدهم الحسم في المباراة، كما فعلوا من الاستقلال، قادرين بمشيئة الله أنهم يتجاوزون الأخوية وأن يحافظوا، نرجع لثقافة الذهب والإياب، يحافظوا على مرماهم بأن لا يتلج أهداف. المدرب زلات كل يوم يمكن يعكس كلام أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن دائما وأبدا يردد حتى قبل هذا الاستوديو في حوارات سابقة بينه وبينه، يقول دائما مشكلة الهلال في المحاور. اليوم المدرب يعني وأنا أشوفه حتى أنه في الأخطاء الدفاعية، كما يمكن في كثير من المناسبات تتكرر أخطاء دفاعية بدائية تعصف مثلا بأمال الفريق أو تحرجه في كثير من المباريات والمناسبات. في نقطة مهمة أيضا أبغى أضيفها، كما أشدنا بالشباب أنه قلنا يعني أفضل فريق لديه مجموعة من الأجانب المهمين والمؤثرين والفاعلين،
شهدنا ببرونو سيزار وأجانب الأهلي الهدافين الحوسني وفيكتور. الهلال لم يستفد حقيقة من العنصر الأجنبي بتلك الاستفادة الكبيرة والمؤثرة حقيقة، يعني يمكن مع في كثير من مباريات المفصلية يحضر اللاعب مثلا محلي أي نعم بخبرته وبراعته وروحه القتالية ويكون أكثر تأثيرا من اللاعب الأجنبي. في خوف على الهلال بكرة؟ والله بالنسبة لي أنا أقول صعبة. صعب. يعني أي نعم، لكن الكرة تظل في مرمى الهلال. في جانب مهم آخر أتمنى حقيقة، وهذا شيء ما هو غريب عليهم، جمهور الهلال أن يتواجد بكرة بحشود جماهيرية مؤثرة تكون لمصلحة اللاعبين. في تركي في نقطة ممكن هي تفصيل فني، وذكر أنه بالنسبة لمحاول الارتكاز، محاول الارتكاز اللي يعطون الهلال الحرية لأنهم يملكون عندهم القدرة بالنسبة للطرف الأيسر والطرف الأيمن. أضف إلى ذلك أيضا الرباعي اللي موجود عندك الشلهوب وعندك نواف العابد أو سلمان الفرج أو سالم الدوسري، هذه العناصر عندها قدرة ويعني فوارق فنية قادرة فعلا تحدث فارق داخل الملعب وإضافة للفريق الهلالي، لكن كيف فعلا تأخذ الحرية والانطلاق والتواجد المثالية لإيجاد الفريق وخروجه فائز؟ كيف تخرج تركيا؟ تخرج إذا كان محاول الارتكاز يؤدون الدور الدفاعي بمساعدة خط النص أو تغطية الأطراف. هذه الأمور للأسف محاول الارتكاز ما يقدمونها، وبالتالي ينكشف الدفاع الهلالي في حالة الهجمات المرتدة. خلينا نشوف السيد زلاتكو ايش قال اليوم لوسائل الإعلام. مدرب زلاتكو ومدرب نادي الهلال بعد خروج من كأس الملك من الاتحاد يقابل الأخوية في البطولة الآسيوية، الأخوية فريق ثقيل، مدربهم عالمي وثقيل، سيهاجم كما ذكر في المؤتمر الصحفي، سيغامر أم ستكون له حسابات أخرى؟ ألعب يعني ما هو أسلوبي إني ألعب كرة دفاعية أو إني أسوي حسابات لظروف، لا أنا أعتمد على اللعب بأسلوبي وبأسلوب الهلال اللي هو اللعب الهجومي. بكرة إن شاء الله حنتوفق إنه نقدر تجينا هجمات نسجل من عندها وفي نفس الوقت إنه ما يتسجل على مرمانا أي هدف. ذكر المساكني في المؤتمر الصحفي، المساكني لاعب كبير موهوب، كيف سيحد من خطورته؟ بحثت الفريق بطريقة جيدة، أعرف نقاط قوتهم بالذات الشق الهجومي من الفريق هو أقوى نقاطهم، يملكون لعيبة خطرين يعني زي ديا والمساكني وجونيور البرازيلي وسوريا المهاجم، لكن إن شاء الله لعيبتي بيكونون جاهزين إنهم يقدروا يحطوا يعني يحدون من خطورة بعض اللاعبين زي ما ذكرت، وإنهم يتغلبوا على الفريق باستطاعتنا أن نسجل أهداف ولا يستقبل مرمانا أي هدف. أخيرا الأخوية أفضل فريق في آسيا أو أكثر فريق في آسيا يلعب كرات عرضية، في المقابل الهلال معروف يعاني من الكرات العرضية، هل هذه المعلومة لديه حاسب حسابها؟ ما هو وقت أنه أحسب حساب والله أنه هذا الفريق بيلعب كذا وهذا الفريق بيلعب كذا، لا إحنا نعتمد أكثر على جاهزيتنا إحنا وحضورنا، وإن شاء الله متى ما لعبنا بالطريقة هذه إن شاء الله أنه نقدر نحقق أهدافنا اللي هي أنه نقدر نسجل نوصل مرمى الخصم والحفاظ على مرمانا إن شاء الله. كابتن يحيى مسلم نجم دفاع نادي الهلال، كابتن يحيى لقاء الأخوية بكرة لقاء يعني صعب شوي، أنتم توكم يعني خروج من بطولة كأس الملك أمام الاتحاد، المعنويات شوي يعني ما راح تكون في جاهزية كاملة، تتوقع الهلال إن شاء الله يسويها ويتأهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد مباراتنا بكرة تكون إن شاء الله قوية، يعني ما راح تكون بالسهولة اللي أن أي شخص إنه يتوقعها، لكن إن شاء الله بإذن الله قادرين إن شاء الله على تجاوز هذه المباراة إن شاء الله والدور 16 إن شاء الله. طبعا خروج من كأس الملك هو معنى انتهاء كل شيء، يعني الحمد لله كذلك إحنا خسرنا الدوري لكن حققنا ولي العهد، لكن إن شاء الله أننا قادرين بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم جهودات اللاعبين. أما مسألة إن والله إحنا محبطين أو النفسيات نازلة وزي كذا، طبعا الإدارة أدت عملها بأكمل وجه لإخراج اللاعبين من هذا الضغوط وهذه الأمور اللي تسبب لنا أشياء سلبية في المباريات، وإن شاء الله أنا قادرين بإذن الله نجيب النتيجة إن شاء الله ونتأهل بإذن الله. كابتن يحيى كنت مطلب جماهيري جيت للهلال بس ما تشارك أساسي، ليش؟ والله طبعا هذا شيء راجع للمدرب، وكنت في الأونة الأخيرة تعرضت لإصابة جلست مدة 4 شهور، لكن إن شاء الله سلامات. إيش اللي صار؟
جانا تمزق في العضلة الخلفية وجت ورجعت مرة ثانية. خلينا نشوف السيد جيرتس مدرب الهلال ماذا قال. هل هو نادم على ترك نادي الهلال؟ أنا أندم أني ما قعدت مدة عقدي كاملة، ما أندم على المغرب، لكن أندم أن رحت مبكرا يعني قبل انتهاء عقدي، فأنا كان المفروض أني أقعد لنهاية عقدي وبعدين أروح للمغرب. كابتن سامي الجابر ربما يدرب الهلال، هو بحكم كان صداقته وقربه من سامي الجابر يعتقد أن سامي مؤهل لتدريب نادي الهلال؟ أنا أتمنى فعلا أن هو حيكون مدرب لنادي الهلال، هو أحد أحسن أصدقائي في حياتي، ولا هو لازم يعيش مع الضغط اللي هذا الشغل يجي معه، لكن أتمنى أن هو قادر أن يكون مدرب جيد. كابتن اسماعيل محمد نجم نادي الاخويا، كابتن اسماعيل امامكم خصم عنيد وكبير زي الهلال، انت تخشى الهلال بصراحه، من اكثر لاعب تخشاه في الهلال؟ والله ما اقدر اقول لك اني اخشى لاعب واحد صراحه، اخشى الفريق كله، لانه فريق صراحه ما تقدر، فريق ما شاء الله كله نجوم وفريق يعني ما شاء الله مستواه يعني في قمه عطاء، لكن ان شاء الله بنحاول ان نعطي افضل ما عندنا ان شاء الله ونطلع بافضل المكاسب ان شاء الله من المباراه ان شاء الله. مباراه السد الاخيره استنزفت قواكم يا اسماعيل، كانت مباراه صعبه يعني جدا، وبعدها تقابل فريق صعب جدا زي الهلال. والله مرت علينا هذه المرحله، طبعا كنا متاهلين، لعبنا ضد اتفاق الاسيويه، طبعا اذا فزنا نكون متصدين مجموعه، او اذا تعادلنا ندخل في حسابات، وكان بعدها بيومين نهائي كاس ولي العهد، لكن الحمد لله يعني تخطينا المباراتين وفزنا، يعني يمكن نقول شبه يعني او مرحله مشابهه لهالمرحله، لكن ان شاء الله يعني بعد خروجنا من البطوله الاخيره بنسعى ان شاء الله ان احنا يعني نقدم الافضل في الابطال ان شاء الله. جايين للفوز اسماعيل انتم؟ والله باذن الله، طبعا ما اكذب عليك اقول لك اني جاي للتعادل، عشان ان شاء الله جايين للفوز، وباذن الله بنحاول بقدر المستطاع ان ناخذ. بس الهلال صعب. هو اكيد الهلال صعب، بس يلا بنحاول ان شاء الله بقدر المستطاع ان شاء الله نطلع بالفوز او التعادل. اخيرا كابتن اسماعيل، لاعب يطربك في الهلال كذا يعجبك، في لاعب يعجبك اكيد مين؟ والله الفرج، سلمان الفرج. بالتوفيق كابتن اسماعيل. طيب نشوف بطاقه لمباراه الغد. ضمن لقاءات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، يلتقي الهلال السعودي بالأخوية القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. فاصل قصير بعده ونعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الأخصائي الأول عثمان القصبي يكشف تفاصيل إصابة ركبة العدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعين روتانا في المملكة العربية السعودية، كابتن محمد السوينم والأستاذ سامي اليوسف، وينضم معنا عثمان القصبي المستشار الطبي لبرنامج كورة. مساء الخير يا كابتن. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا فيك. كلكم كمان ضيوف. المشكلة كابتن دكتور صايلي تبي. هلا وسهلا فيك. عثمان ايش عندك اليوم؟ ايش حتكلمنا فيه؟ اليوم راح أتكلم على يعني إصابة تابعة للإصابات اللي كنا نتكلم عنها لها علاقة في رياضة الجري، وإحنا قلنا إنه إحنا بنركز على الجري لأن من يعني الرياضات اللي مارسها تقريبا كل الرياضيين، يعني تستخدم مع لاعب الكرة والقدم، كرة القدم والسلة والطائرة، ويعني تقريبا كل الرياضات يحتاج إنه يمارس الجري للرياضة للياقة. طبعا
طبعا هو ك يعني كمشكله او هو الالم اللي احنا نتكلم عليه، طبعا هو الم يحصل في الجزء الخارجي من الركبه او ما يسمى دائما درج بالرنرز ني او ركبه العداء. هذه الاصابه عاده تجي في الشريط الجانبي لل او في الجزء الجانبي للركبه الجزء الخارجي، وحسب الاحصائيات اللي موجوده في الدراسات الاخيره يعني تتراوح ما بين 5% الى 14% من الاصابات اللي تجي مجمل الاصابات اللي تجي للعدائين. وهذه كاصابه يعني لو يعرضون الشباب بس الفيديو الاول عشان نقدر ناخذ هي طبعا كاصابه عاده تحدث دائما وتوقف العداء دائما من او الرياضي من الركض، ويقول لك انه انا عندي هذا الالم ويجيني في هذا المكان ولا اقدر ان انا استمر اكثر من كذا. هي احد الاصابات اللي لها علاقه مباشره بالاحمال الرياضيه اللي يتعرض لها اللاعب. احنا دائما قاعد نتكلم الان احنا في نهايه موسم، في الغالب تلقى اللي يعني اللاعب اللي ما قاعد يمشي على الاحمال بشكل مضبوط، الاحمال الرياضيه، تلقى الاصابات هذه تطلع معه بشكل كبير. يعني درجة إن احنا نسميها إرهاق، اللاعب مرهق، اللاعبين قاعد يتعرضون للرياضات أكثر من اللازم أو مباريات أكثر من اللازم. نشوف الفيديو الثاني. طبعا في رياضات ثانية مثل رياضة الدراجة أو المشي أو اللي يعني تتطلب يعني صدمات قوية من الكاحل على الأرض، هذه ممكن انها برضو تاثر على نفس هذه المشكله. وفي الغالب انه الرباط اللي يكون في الجزء الخارجي من الركبه يكون فيه احتكاك مباشر مع العظمه اللي موجوده في الركبه. الان لو نشوف الفيديو الثالث لو سمحت. هذه العضله عاده احنا نسميها بالانجليزي الـ LUTBL band، تمسك من الحوض من اعلى الحوض وتشبك في تقريبا 3 الى 5 سنتيمتر تحت الركبه من الجهه الخارجيه، فيتتاثر مع ثني الركبه وتتاثر مع ثني الحوض. احنا نسميها كو جوينت مصل او عضلات يعني لها علاقه بمفصلين في نفس الوقت. فتعريفها هي متلازمه تصيب النسيج الليفي الممتد على اعلى الفخذ حتى الركبه في اتجاه خارجي الفخذ. وطبعا تكون نتيجة الثني المتكرر اللي يكون موجود في الركبة. طبعا قلنا أنه هذه الإصابة تكون لها علاقة في ثني الركبة والاحتكاك اللي صاير مع العظمة. في الآن أبحاث جديدة قاعد تطلع قاعد يقولك أنه مو بس المشكلة في الاحتكاك، المشكلة أنه في كيس ربنا سبحانه وتعالى يخلق تحت الوتر عشان يحمي الوتر أنه يحتك في العظم وبالتالي أنه يتأثر. هذا الكيس يتسبب يعني يلتهب ويؤدي إلى برضو الآلام، وهذا الكيس يكون عادة موجود في نفس هذه المنطقة. الكيس هذا هو اللي يكون بين العظم وبين الوتر، بين العظم والوتر، وسموه أحيانا يسموه كيس زلالي. هذا الكيس الزلالي ربنا سبحانه وتعالى خالقه في تحت تقريبا كل الأوتار الموجودة عشان يكون زي العازل، يعني زي المادة اللزجة اللي تمنع الاحتكاك. لأن تعرف الاحتكاك بين الوتر والعظم مباشرة ممكن يولد الحرارة ويولد التهابات بشكل مزمن. طيب العوامل المؤثرة يعني شلون ممكن أنا كرياضي تجيني هذه الإصابة؟ العامل المهم الأول هو الإجهاد. يعني أرجع أقول الأحمال الرياضية، وهذا دائما يكون دور مدرب اللياقة. لما يكون مدرب اللياقة يشتغل بشكل يعني متكامل مع الفريق الطبي، يعرف كيف يرفع الأحمال الرياضية للاعب. وإحنا دائما كنا نركز أنه لابد أن يكون زيادة الحمل الرياضي ما تزيد عن 10% كل أسبوع، ما أجي فجأة وأزيد اللاعب. وتحصل كثير اللاعب يروح من نادي من الدرجة يعني نادي متوسط الإمكانيات، يكون لاعب مستوى كويس، يروح المنتخب يتعرض إلى معسكرات وأحمال قوية، اللاعب يجي في مرحلة هي فيلز يعني يفشل يتعرض لإصابة معينة. النوع الثاني هو زيادة مسافة الجري، يكون متعود مثلا يركض 3 كيلو يضطر انه يركض او يجي فجاه يركض 10 كيلو. واحد قرر انه يخفف وزن ويجي فجاه مثلا يمشي مسافه طويله، ممكن انه يكون عرضه لهذه الاصابه. بعض اللاعبين يكون في عندهم اختلاف في الطول بين الساقين او بين القدم، يعني في عنده طرف اطول من طرف، وعاده يكون هذا significant او
يعني واضح إذا كان أكثر من 5 سنتي، وهذا ممكن يكون عرضة لأنه ميكانيكية الحركة في الجزء السفلي من الجسم تكون متأثرة، ضغط أكثر على القدم. أي لأنه حيكون تقريبا يعني لمبينج أو أنه يعرج طول ما هو يركض، وهذا يعمل يعني ضغط أكثر على الجزء الخارجي من الجسم. النقطة اللي بعد كذا اللي هي نقص قوة العضلات، وإحنا دائما نتكلم على يعني خصوصا اللاعب المحترف في أي رياضة، لابد أنه أنت برنامج التقوية حقك لابد أنه يكون متوازن بين العضلات اللي حول الفخذ أو حول المفاصل بشكل عام. ما يجي لاعب مثلا يقول أنا والله عشان أشوت أبغى أقوي العضلات الأمامية للفخذ ويهمل العضلات الثانية، وبالتالي يصير في عنده يقوي رجل على رجل، يقوي رجل على رجل رباط صليبي مثلا. نعم نعم، وشفناها كثير، يعني يجينا كثير من اللاعبين تلقى الرجل الدومينانت حق اللي يشوت فيها اللي يعتمد عليها ما شاء الله يعني كبيرة، وهذا الرجل الثانية يعني تقريبا نص الحجم. معقول هالفرق؟ يعني أنا أقول لك أنا شخصيا أحيانا أنصدم أقول ليش، يعني تلقى ما فيه يعني ما قاعد يتابع بشكل كويس. مو ما أبغى لوم دائما الجهاز الطبي واللياقي، بس مو فهم غلط أحيانا يعني. اللاعب برضو يكون يعني مشارك في هالنقطة، وهذا الشيء يزيد على إحنا نسميها الكومبريسيف فورسز، يعني الواحد لو واقف تخيل إن هذه الرجلين دائما الجزء الخارجي، الواحد لما يوقف على رجل واحدة لما يعتمد على رجل واحدة يزيد الضغط على الجزء الخارجي من الجسم، فإذا كانت العضلة ضعيفة تزيد عندي المشكلة، يعني كأنه أنا دائما أعرض الرجل الوتر هذا إلى تنشن. يعني تخيل أنه أنت طول ما أنت واقف تستخدم يعني ماسك أصبعك ومسوي بهالطريقة هذه، هتحصل الجزء هذا حيكون مؤلم. ليش؟ لأنه أنت حاطه في السترس، فتخيل أنه أنت حاط الجزء الوتر هذا على السترس، طول ما أنت تركض طول ما أنت تمشي طول ما أنت واقف، لما تنط وتوقف يعني اللاندينج من الـ من الـ من القفز الهبوط من القفز برضو دائما تحاطه في كومبريشن، وهذا الشيء يعني برضو ممكن يؤدي إلى هذه المشكلة. الأعراض اللي ممكن يحصل لها أو يعني ممكن يتعرضها اللاعب زي ما قلنا، طبعا ألم في الجزء الخارجي من الركبة هذا شيء يعني واضح، يحس انه يقول لك يا اخي وانا اركض احس انه ركبتي ما عاد تعطيني، يعني احس اني خلاص ماني قادر اركض اكثر من كذا، احس فيها ضعف، وهذه برضو من الاشياء اللي يعني تكون واضحه عند اللاعب. طبعا انه الشيء اللي يبين هذه الاصابه عن غيرها يقول لك انه انا الالم يزيد معي لما اركض في مرتفعات، يعني مثلا لما ارفع السير واركض يجيني الالم، لو عدلت السير يكون الالم اخف. واحيانا يضطر الواحد انه مثلا يعسكر في جبل يعسكر في مش عارف ايش، فيحاول انه يعني يركض اب ذا هيل على طلوع المنحدر، وهذا ممكن ان يتسبب لهذه الاصابه. طبعا من الاعراض المهمه برضو انه الالم، يقول لك لما ما اركض ما يجيني الم، لما اركض يجيني الم، فهو يزيد مع الحركه ويقل مع الراحه، هذه من الاعراض المهمه. نشوف الفيديو رقم 4. ممكن يوصل معلش قبل مرة سم. ممكن يوصل لقطع في الرباط الصليبي؟ والله شوف بطريقة أو بأخرى، أنا بقول لك كيف ممكن يتصير. لما تتأثر ميكانيكية أسفل الجسم، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم بميكانيكية معقدة جدا، ويعني تسهل على الإنسان أنه يتحرك بشكل سموث وسلس متزن. فمثلا هذا لما يكون عنده ضعف في الجزء الخارجي راح تلاقيه دائما يمشي على كأنه يدف جسمه للخارج، لأنه الجزء الخارجي عنده ما هو متوازن. تخيل أن السيارة تمشي على جنب، يعني عارف، فأنت الجزء الخارجي هذا حيكون متأثر، فدائما ثبات الركبة ما حيكون جيد، والرباط الصليبي أحد أهم يعني وظائفه أنه يثبت الركبة، فأكيد حيتعرض للإصابة بشكل أسرع. يعني ممكن يكون هذا الشخص عرضة لإصابة الرباط الصليبي أكثر من غيره، يعني خلينا نأخذها بنسبة كبيرة. أي نعم، لأنه أنا تأثر عندي الثبات كامل، وهي الإصابة يعني إصابة الرباط الصليبي تجي أكثر عند الناس اللي ما عندهم ثبات في الركبة. طيب نشوف الفيديو رقم 4. طبعا العلاج الطبيعي زي أي إصابة لهذه هذه المشكلة لابد أن احنا نهتم في البداية بالألم من ناحية الثلج والراحة وإبعاد اللاعب عن الملعب. تمارين الإطالة، وممكن يستخدم اللاعب الطريقة هذه اللي احنا نسميها الديب فراكشن أو الدعك العميق، باستخدام يعني أي جزء قوي مثل قارورة موية أو شيء تكون ثلجة، قطعة خشب،
الفرق على هذه المنطقة يساعد في زيادة الدورة الدموية في هذا المكان، وبالتالي هذا يزيد من احتمالية الهيلينج حق اللي هو الاستشفاء الالتئام حق الوتر، لأنه يعني لو استفركت الجزء اللي أنت تبغاه هذا بهذه القوة راح يزيد الاحمرار الجلد، وهذا الاحمرار دليل على زيادة الدورة الدموية. أنت تقصد إنه هذا الدفع اللي من الأعلى للأسفل هو عبارة عن محاولة لضخ دم أكثر في المنطقة يعني ولا إيش؟ هي طبعا الدفع من الأعلى للأسفل لأنه أنت تمشي مع الـ الـ الألياف العضلية، هي جاية بهذا الشكل. لكن اللي حيزيد الدورة الدموية هو الفرك، يعني أنت لو واحد يحك جلده أو يعني مع البرد تلاقي الواحد دائما يفرك الدين عشان يزيد الدورة الدموية، فأنت بهذا الشكل قاعد تزيد الدورة الدموية، خصوصا الجزء اللي فيه التهاب عادة الجسم لابد أنه يوصل له دم عشان كريات الدم البيضاء والحمراء تساعد في عملية الاستشفاء. طبعا أهم نقطة احنا دائما نتكلم عنها واللي احنا قاعد نسويها الآن هو تثقيف العداء أو اللاعب شلون يركض، واحنا عرضنا أكثر من في الحلقات اللي فاتت شلون طريقة الركض ممكن أنها تفرق معاي في الإصابة، وهذا شيء جدا مهم. الفيديو رقم 5 إذا ممكن يا شباب، في بهذا الفيديو أنا حبيت أبين كيف طريقة الركض اللي هي السليمة. يعني مرة ثانية نتكلم أنه لابد أن الصدر يكون للأمام، الأقدام ما تنزل على الكعب، لابد أنك تنزل على الجزء الأمامي من من القدم، وتحافظ على مركز توازن الجسم يكون تقريبا إلى الأمام، ما يكون دائما اللاعب إذا كان يحط الكعب في الأول يكون جسمه للخلف، وبالتالي يزيد من الصدمات اللي تجي على الحوض. طيب خلينا نأخذ نصايح عامة في الجزء الأخير. إيه. في الفيديو السادس. طيب إجمالا أول شيء خلينا نقراها مع بعض، أنه لا تتجاهل الألم وحاول معرفة السبب ومعالجته فور الإحساس به. يعني أتمناها يعني بشكل خاص من المحترف. أنت إنسان هذه يعني هذا اللي أنت تسويه يعني لكسب رزقك، فإذا حسيت بأي ألم يا أخي في عندك فريق طبي المفروض أنك تتوجه لهم وتحاول أنك تعرف ليش أنا قاعد يجيني هذا الألم. ممكن إذا كان الفريق الطبي عارف حالتك أكثر يعني واحد ممكن أن يعلمك ليش الإصابة جتك هو الفريق الطبي اللي يعالج معك. استخدام الحذاء الرياضي المناسب، وإحنا وعدنا أنه إحنا حنسوي حلقة إن شاء الله فيها كلام عن وش الحذاء اللي أنت لازم تستخدمه، وهذا الشيء إحنا قاعد نجهزه الآن للمبتدئين والمحترفين. لأنه يعني بعض تشوهات القدم ما يصح لها الحذاء، يعني أنت إذا عندك قدم إحنا نسميه قدم مفلطحة زين ما تقدر تلبس اي حذاء لانه حتأذي الركبه حقتك. يعني الان احنا نتكلم على الكاحل هذا اللي صاير فيه تفلطح زين، هذا لو يلبس حذاء عادي حيضر نفسه، وهذا شيء جدا مهم. طبعا في النهايه برضو التدريب بذكاء وتدرج، انه لابد انك تسمع كلام مدرب اللياقه، و لابد انك تتدرب خصوصا اذا انت محترف او حاب انك تكون محترف، لابد انك تتدرب بشكل تدريجي تحت اشراف متخصص عشان ما تضر الجسم. هذه المعلومه يمكن تكون سهله الان بسيطه، لكن ما تتصور كميه الناس اللي تجينا في العياده اصابات من اخطاء في الرياضه. تجيك لاعبين الان، يجينا لاعبين ويجينا حتى واحد تتفاجأ لما اللاعب يجيك وتسال بعض الاسئله اللي تعتبر بديهيه جدا تلقى يقول لك ولا اعرف عنها شيء. شوف المشكلة أنه في سرية للمرضى والله، لكن بدون ذكر أسماء يعني يجيني لاعب من حاش من النادي، يعني ما هو يقول مو هم صدقيني، يعني عندي إصابة في الحوض والنادي ما هم صدقني، يقول أنه أنت ما فيك شيء، سواء بعد الفحص طلع عنده مشكلة. المشكلة ما هي عضوية، يعني سوينا لو تسوي له أشعة ما يطلع في شيء. مشكلته هو قاعد يشوت الكرة بشكل هو ظهير، فهو يحتاج انه يتدرب على انه يشوت الكرة، فيشوت الكرة بشكل خطأ، يعني التكنيك حق الشوت حقه خطأ، فقاعد يحمل فقاعد يحمل الوتر بشكل عالي، وهذا قاعد يسبب الألم. فلما قال لي ممكن تكلم يعني الطبيب النادي وتسأله، فلما كلمته قلت له شوف احنا عملنا الاشعاعات وكذا وما فيه مشكلة في الوتر،
عضوي، لكن مشكلته في طريقه واحده هذه المفروض يتدخل فيها. لا طبعا لا بد انك تقول يا اخي انت قاعد تحمل الوتر اكثر من اللازم. يعني تخيل ان واحد يشوته مطنبس، يعني تخيل واحد راكع ويشوت كوره، يمكن ريفالدو ترى كان يسويها كثير، يعني طريقه الشوطه كده تحس انه يلتف. واحنا طبعا اخص العلاج الطبيعي في الانديه جالس على الخط، اذا واحد طاح دخل والله ما يتدخل أنت يعني أنت في التمرين انه لازم يعني رد علي رد صراحه نرفزني يعني، بس انا بالنهايه هو لاعب يعني قال لي إيه هو نصاب وقاعد يحاول انه لاعب له 3 شهور يقول لي انا ماني قادر العب، يعني العب شوي ووقف. ولو يعني الحل انه ينحط له يعني شيء بسيط على منطقه الفخذ ويقدر انه يلعب. فيعني في اشياء غريبه يعني، طبعا هذا ما يعمم يعني في ناس كويسين وفي كفاءات كويسه، لكن انا اقصد انه في يعني احيانا اشياء يعني بديهيه وهي فقط من التمرين، يعني طريقه التمرين انت اللي قاعد تضر اللاعب. وهذا الشيء يعني يمكن الكابتن كان لاعب ويعرف هذا الشيء، واي واحد ينزل النادي الان يعرف. احنا ممكن ما نتكلم عن اللاعبين بس، حتى اللي يروح النادي الحين النوادي مليانه، يروح نادي يحب انه يتمرن، يعني لا تتهور تشوف نفسك والله انا صرت عندي شويه حيل خليني ازيد 20 كيلو كذا من راسك. واحد زي كذا مثلا يبغى ينحف بسرعه يديها 6 ساعات يعني يقطع الركبتين الرباط الصليبي يوجيك. عثمان شكرا جزيلا لك. متى حتعطينا موضوع الاحذيه المناسبه؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي احنا في عندنا موضوع الوتر الكاحل مع الزميل خالد العوب الثاني. اوكي. الاسبوع اللي بعده باذن الله اذا كان في مجال راح نتكلم عنها. خالد العوب الثاني في منتخب. ايوه خالد العوب الثاني احد الكفاءات اللي اشتغلت مع بيزعل عليه، هو اشتغل مع نادي الهلال الفريق الاول واشتغل مع منتخب السعودي مع الفئات السنيه. ويعني كفى انا افتخر فيها، طبعا هو رئيسي في العمل ما اقدر امدح اكثر من كذا، فعشان كذا احنا اخرناه في الاخير عشان ما يقولون انه الواسطه يعني واسطه. عندي سؤال انا حقيقي بشكل سريع عشان نروح الفاصل. في السابق كنا دائما لما تحصل عندنا مشاكل في الركبه ونحس بالام يسمونه التهابات، يعطيك الدكتور برنامج تقويه حديد. نعم. يقول ان عندك ضعف وتحتاج الحديد على اساس انه تتجاوز مثل هذا الالم، هل هذا فعلا تشخيص صحيح؟ التقويه مهمه لكن بعد ما تعدي مرحله الالتهابات، يعني لابد انه انا زي ما قلنا احنا ليش نفرك الوتر؟ نبغى انه عاده الالتهابات اللي تصير في الاوتار تاخذ فتره 21 يوم على بال ما تلتئم، فخلال هالفتره لابد انك لما تجي تسوي برنامج تقويه ما يكون عام، لابد انه يكون بشكل مع اخصائي العلاج الطبيعي، لانه لابد يكون تمارين تقويه علاجيه، لانه في بعض الناس يقوي بس وبالتالي يعني ما تحل المشكله الاصليه. طيب عثمان شكرا جزيلا لوجودك معنا، معلوماتك دائما مهمه وثريه، يجينا اتصالات كثير من اللاعبين يسالون عنك وهذا دليل انهم يثقون فيما تقدم، وبعضهم يزورك ويتصل علينا يقول شكرا. يا تركي داخل الاظهره هي بالضبط، يعني اتصلوا علينا يشكرونا لانه فعلا يعني عثمان كفاءه وطنيه وكل الشباب اللي قاعد يجيبهم معانا من الاخصائيين العلاج الطبيعي كلهم كفاءات وطنيه شباب وبنات واحنا جدا فخورين فيهم. فاصل قصير بعده نعود للجزء الاخير من الحلقه. علي الزهراني يؤكد العنصرية وجه أسود لأي مجتمع إنساني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. محمد السويلي وسامي اليوسف هم ضيفا حلقة الليلة، نشوف بين قوسين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب علي الزهراني من صحيفة الرياضية تحت عنوان عنصرة الرياضة، والتي جاء فيها: في الرياضة تعودنا واعتدنا على أن نحب هذا ونمقت ذاك، نتعصب إلى درجة أصبحنا معها نتعاطى العنصرية في مدرجات كرة القدم وكأنها بطولة. العنصرية معضلة، بل إنها الداء، وإن قلت هي الوجه الأسود في أي مجتمع إنساني فهذا القول هو الصحيح الذي نتفق عليه. فالرياضة وجدت للترفيه عن النفس، وجدت للتسلية. ويضيف الكاتب: ما أغضب الاتحاديين في مباراة الهلال هو نفس النهج الذي سبق وأن أغضب الهلاليين ذات زمن عندما أشبعت مدرجاتهم سامي الجابر شتما وصل إلى حد تجريده من جنسيته السعودية،
وقس على هذا الأمر ما حدث للأهلي والنصر وبقية الأندية. ما أعنيه أن العنصرية مرض منتشر يشمل ولا يخص، وإذا ما رغبنا في علاج هذا المرض فمن المهم أولاً البحث في أسبابه ومسبباته. أما اقتصار ذلك على المسكنات فالمسكنات لا يمكن لها أن تكون العلاج الفاعل. ويختتم الكاتب مقاله بقوله: قضية العنصرية في الرياضة مشكلة، ومن أجل القضاء عليها يجب أن تطلع الأندية ومسؤولوها بالدور الصحيح، ألا وهو تنوير وتوعية وتثقيف الجماهير بمخاطر هذا الداء. كما يجب على الإعلام الرياضي التركيز على تغذية عقل المتلقي بما يساعده على نبذ هذا المرفوض الممقوت، وتبقى من وجهة نظري هذه القضية أو المشكلة مسؤولية مجتمع لا مسؤولية ناد بعينه. طيب نشوف ضيوف حلقة الغد. عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال، وعوض الرقعان الكاتب والناقد الرياضي المعروف. كابتن محمد شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. اشكرك يا تركي، واتحتوا لي الفرصه ايضا وشفت الاخوي سامي، ولو سمحت لي بس احب اعزي الاخوي سامي سالم العثمان وفات والده، واسال سبحانه وتعالى يسكن الجنه، ونتحمد بالسلامه ايضا لاخونا واللاعب المتالق ايضا ياسر المسيرين. الحمد لله على سلامه ياسر، وعظم الله اجر سالم العثمان والاستاذ عادل الملحم ايضا في وفاه شقيقه رحمه الله عليهم. سامي شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك تركي، وشكرا لابو عبد الرحمن والمستمعين والمشاهدين، واكرر شكري لك حقيقه على اشادتك المتواصله المتكرره بجهود وجمعيه الاطفال المعوقين. يستاهلون. موعدنا غدا 11:30 في امان الله.